يعطي الرموز في هذا المساء مستمرا في انطلاقات الثنايا في سن الكبار في ميدان المرموم عبر شاشه دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر. انطلق رابع اشواط مساء هذا اليوم ليحمل لنا الجعدان الثنايا المحليات الاصايل، يحمل لنا البندقيه والامال الكبيره مع المشاركين في تحقيق رمز البندقيه في المرموم في مهرجان سمو ولي عهد دبي حفظ الله ورعاه أمنية كل المشاركين. نتمنى التوفيق للجميع. انطلق الشوط وانطلقنا مع المراكز الأولى لنبحث عن ما يدور طيلة هذه المسافة مع المراكز الأولى. أسير مع المركز الأول ورعد على مقدمة الشوط، رعد على المركز الأول وخلي خليفة بن عبد الله بن راشد الاكتبي يا بن مناخر الاكتبي يتقدم براشد على مقدمة هذا الشوط. ياتي شعارك يا الواثق، شعاري مرغم على المركز الثاني، وهذا العساس العساس والواثق حمد بن راشد بن غدير على المركز الثاني. من العساس إلى المركز الثالث الشاط الشامخ، الشامخ سالم بخلفان بالعري الاكتبي ياتي على ثالث المراكز. المركز الرابع بنلقى في رابع المراكز وانطلاق الضاري يا ضاري، ضاري محمد بن راشد بن سعيد الطنيجي ياتي في المركز الرابع. اما المركز الخامس يتقدم في منقذ، منقذ ياتي بهذا الانطلاق محمد بن ناصر القصيلي المنصوري في المركز الخامس، في المركز الخامس. وخلف الخمس المراكز لا زالت شعارات واسماء، ترقبوا المزيد، ترقبوا العديد في هذا الشوط، ترقبوا في شوط البندقيه، في شوط الرمز الغالي، في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع، في المرموم ورقص الكبار. يا أجمل الرقص مع الكبار خصيصا في الفترة المسائية في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. أعود بعد إكمال الخمس المراكز المذاعة في أشواط الرموز في انطلاقات هذا المساء، عودة إلى المراكز الأولى مرة ثانية، عودة على ما يدور من تنافس، على ما يدور من تبادل للمراكز. الشامخ غير إلى مقدمة الشوط، الشامخ انطلق إلى البندقية حتى هذه اللحظات. الشامخ سالب خلفان بالعري الاكتبي يسيطر على الجعدان في عمق الميدان. والمركز الثاني ياتي بن مناخر ويقدم لنا رعد خليفة بن عبد الله بن راشد بن مناخر الاكتبي على المركز الثاني. ياتي العساس وشعاري هجن مرغم، يتقدم حمد بن راشد بن غدير يقدم العساس على المركز الثالث. شوف اللي وصل، يا مرحبا يا اللي وصل، مقفي مقفي وصل مقفي محمد بسهيل بن خيرات العامري في بنادقه وانجازاته وتحدي مع بن خيرات، مع أهل الوقن، مع أهل المصانع مقفية عموما على في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق. رعد سالم بن بخيت بن غنام الهاملي كذلك يطمح في الرمز، كذلك الطموح من الجميع. المركز الخامس، المركز الخامس، هناك انطلاقات، هناك التحديات. هذه الخمس المراكز، هذه الخمس المراكز المذاعة وليس المشاركة. المشاركة أكثر من ذلك. خلف الخمس مشاركات وامال وطموحات مع المشاركين. يا سلام، شوط الذهب، شوط الرمز، شوط البندقية في مهرجان فزاع المكارم. أمنية كل المشاركين.
المباركين، يسجلها التاريخ، يسجلها التاريخ، يتكلم بها الموسم كامل في انطلاقات وتحديات هذا الموسم وهذه الانطلاقات ما بين ملاك الهجن، عوده إلى المراكز الأولى، عوده إلى الانطلاق الأولى. ولكن الشوط في هدوء، لا زال الهدوء. 8 كيلومترات تحتاج لذلك، تحتاج للهدوء والتأني، لأنها مسافة طويلة. أعود إلى شاشة دبي ريسنج في الكادر العلوي مع مخرجنا ومع هذه الانطلاقات، أشاهد الشامخ يا بالعري، بالعري الاكتبي، سالم يا سالم، سالم بخلفان بالعري يقود الشامخ. ولكن المطالبة والمنافسة مع الهاملي، الهاملي وأهل الظفرة، أهل الظفرة يرغبون في السلامات من المرموم. وهذا رعد، هذا رعد، سالم بن بخيت بن غنام الهاملي غير إلى المقدمة، غير إلى المقدمة. وهناك الوصول من مقفي، مقفي على المركز الثالث، مقفي ومحمد بن سهيل بن خيرات العامري يتقدم رويدا رويدا، ينطلق في هذه التحديات. المركز الرابع، رابع المراكز، شوف الوصول من منغذ، من منغذ، منغذ محمد بن ناصر المنصوري، القصيلي المنصوري يتقدم ووصل في هذه اللحظات. زيدان أول إذاعة لزيدان الرميثي، حمدان بن حمد بن بيات الرميثي، بن بيات الرميثي الذي كذلك قدم سجله وقدم إنجازاته. عموما على كل حال، هذه النتيجة الثالثة، هذه إذاعتنا الثالثة، وهذا حزام الغابات، وهذا 3 كيلومترات بندقية هذا الشوط، بندقية هذا الشوط. الرمز في مهرجان فزاع، حفظ الله ورعاه، ثمين وغالي، ثمين وغالي. عموما على كل حال، الأسماء متقاربة حتى هذه اللحظات، وانحنى الميدان بدأ، وانحنى الميدان بدأ، ولا زال رعد، رعد الهاملي، رعد الهاملي. سالم بن بخيت بن غنام الهاملي على مقدمة الشوط، ومقفي، مقفي، مقفي محمد بن سهيل بن خيرات العامري على المركز الثاني. والمركز الثالث يأتي في زيدان، زيدان حمدان بن حمد بن بيات، حمدان بن حمد بن بيات وصل مثير كذلك في أول ندى مع الطنيجي مطر بن محمد، هذا الخيال الطنيجي اللي قدم مهند في الجعدان المفتوح هناك في هذا المساء، وانتزع البندقية. يأتي بهذا الانطلاق، يأتي بمثير، وشاهين يتحرك، يصل كذلك شاهين عبد الله بن حمد بن مية العفاري، بواب 11 بن مية العفاري. مع هذه الانطلاقات قربت الأمور، قربت الأمور، بدأت الانطلاقات مع هذا الاندفاع، مع هذا الانطلاق. نسير مع المراكز الأولى، ثلاثية ثلاثية، مع الهاملي، مع الهاملي بن خيرات والهاملي، وكذلك الرميثي على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء يتقدم فيه، وياتينا مثير الطنيجي، الطنيجي، وايضا رعد، رعد لمطر بن محمد، او هناك التواجد من شاهين عبد الله بن حمد بن مية، بن مية العفاري، بن مية العفاري في هذا التواصل. ووصل الوسمي، وصل الوسمي خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي يتقدم الامتار الأخيرة، الامتار الأخيرة، بل الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، البندقية والرمز، الرمز البندقية.
رمز البندقية، الجعدان المحليات، الجعدان المحليات. لمن هذا الشوط؟ لمن البندقية؟ شاهين غير، شاهين غير في هذا الانطلاقات. بن مية يا بن مية، عبد الله بن حمد، بن مية العفاري، بن مية العفاري. ووصل بن مفتاح خليل، خليل بن راشد، بن مفتاح الشامسي على المركز الثاني، على المركز الثاني. ولكن مثير، مثير الطنيجي، مثير الطنيجي، القصيلي المنصوري، القصيلي المنصوري، منغذ منغذ. ولكن العفاري بن مية مصر على البغاء، على البندقية، البندقية. لها للانطلاقات، لبن مية، لبن مية الأقرب. والقصيلي المنصوري، المنصوري، منغذ منغذ المنصوري. ولكن شاهين بن مية، شاهين بن مية، أهل الساد، أهل بوابة 11 مع هذه الانطلاقات. تهانينا لزميلنا محمد بن مية، تهانينا لبن مية، تهانينا على هذا الفوز. عبد الله بن حمد بن محمد بن مية العفاري، سلام سلام بوابة 11، سلام لأهل الساد. البندقية، البندقية يا بن مية تستاهل الناموس والفوز. المركز الثاني محمد بن ناصر المنصوري، والمركز الثالث الوسمي خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي. المركز الرابع وصل فيه رعد لسالم بن بخيت بن غنام الهاملي. والمركز الخامس المرقاب مشاهدي العزاء لحمد بضعيف بن غدير الكتبي. هكذا كان الشوط، ظفروا أهل الساد بالبندقية وبالرمز. بواب 11 يستاهل بن مية راعي شاهين. سلام وتحية وتقدير على هذا الفوز. سلام الله عليكم يا أهل الساد بالفوز والبندقية والناموس. التوقيت الزمني مشاهدين العزاء 12 دقيقة 25 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس شاهين، عبد الله بن حمد بن محمد بن مية العفاري من حمل بندقية الجعدان. 12 دقيقة 26 ثانية، سبع أجزاء من الثانية. المركز الثاني منغذ من حلة. في المركز الثاني مشاهدي العزاء محمد بن ناصر، محمد بن ناصر القصيلي المنصوري حل في المركز الثاني. 12 دقيقة 31 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. الوسمي خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي. هكذا كان الشوط، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحل الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية مسائية مع